كلمتين مصريتين دي يعني خمسة، النون شعيرة دينية، النون وما يسطروا، فكلمة دين معناها شعيرة دينية خماسية قامت على التوحيد، قامت على الصلاة بالوضوء. والوضوء في مصر القديمة كان اسمه بيت الوضوء بالردوة، ولغاية النهاردة وبكرة لو رحت في الحج هتجد الباكستانيين يقول لك البردو فين، اللي هو بيت الوضوء بردوة. وعندنا احنا الملك مينا ووراء التلميذ بتاعه شايل له الشب تشب يعني شب شب وابريق مية، وملك مينا يرجع عشان يبقى امام. يعني ايه امام؟ يعني امام الذي يؤم المصلين. ونجد على الجداريات صفوف المصريين القدماء وهم يسجدون للإله الواحد بأذقانهم، وجاء ذكرهم في القرآن الكريم، أولئك الذين يخرون للأذقان سجدا. مفيش حد بيسجد بلا، ما قالش للجباه سجدا، قال للأذقان سجدا. وليس كانوا يسجدون بأذقانهم؟ لأنهم يريدون أن يواجهون الإله بوجوههم. نجد أيضا الصوم 30 يوم، ولغاية النهاردة إحنا بنقوم بالطقوس بتاعتنا، نستقبل شهر الصيام وحوي وحوي أهلا أهلا إيوحى إليها إيحدو. وهذا تمجيد للسيدة التي حررت مصر من الهكسوس، زوجة سقنن رع، زوجها الملك الذي استشهد، وكاموس ابنها الأكبر الذي استشهد وتم التحرير على أيدين ابنها الأصغر أحمس. هذه السيدة هي التي جيشت الجيوش المصري، وكانت حرب أروع تفتكر أنها كانت بسيطة، ده في معركة واحدة التاريخ يقول لنا مصر استولت على 300 سفينة من الهكسوس. 300 سفينة يعني دول داخلين بكام ودول بكام؟ دي حرب عالمية، مش حرب سهلة ولا بسيطة، لدرجة حتى المؤرخين يقولوا توقفت النساء عن الإنجاب من هول المعارك، من هول المعارك. كانت الجيوش برا وبحرا. وبعدين بالمناسبه دهيا الهكسوس ما دخلوش بحرب، it was passive invasion، كان غزوا سلميا. فضلوا يكتروا لغايه ما بقوا 3 مليون اصبحوا دوله جوه الدوله. فناخد بالنا برضو من حكايه passive invasion ده يعني. كعبة كلمة مصرية قديمة دخلت في الإنجليزية بقت كيوب يعني مكعب، ودخلت في العربية بقت كعبة. وكانوا يحجون إلى أبيدوس العرب جنوب سوهاج، حيث أبيدوس، حيث أوزريس، أو كلمة أوزريس تتنطق غلط، هي أدريس إدريس. وجاء ذكره أيضا في القرآن الكريم، أذكر في الكتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا، مريم 56. وما نستغربش أن أجدادنا كانوا يعرفون الإله الواحد، وكانوا يصلون ويصومون ويحجون، ويعني وما من أمة إلا أرسلنا لها رسولا، وما من رسول إلا أرسلناه بلغة قومه. وبالمناسبة ده هي إذا أثبت التاريخ أن موسى كان موجوداً، إنما لقد حدثه الله بالمصرية القديمة وكتب له الألواح بالهيروغليفية، ذلك لأن العبرية لم تعرف إلا بعد وفاة موسى ب200 أو 300 سنة. والكلام ده هو كلام بتاع أستاذ اللغة اليونانية في كلية الأدب جامعة القاهرة، أذكر لكم اسمه بعد شوية، اسمه التوراة الهيروغليفية، نص الصفحة وتحتها النص الثاني مراجع جايبها منين يعني. anyway، فإذن التوحيد كان معروف، صيام معروف، وكانوا يصوموا 30 يوم من كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم. مين اللي قبلكم؟ هم أجدادنا قدماء المصريين. وأيضا باعوا كلمة مصرية قديمة معناها الزكاة، والنون شعيرة دينية، وجاء ذكرها في القرآن الكريم، ويمنعون الماعون، والماعون يفسرها ابن كثير بأنها يمنعون الزكاة.
الفرية أو الكذبة الكبيرة أنهم كانوا لا يعرفون الإله وكانوا يعبدون الأصنام وإلى آخره. طبعا دي كذبة كبيرة أوي أوي. في مفهوم خاطئ برضو أخير أفهمكم أتكلم عنه بسرعة، وهو الأهرامات. يقولون أن الأهرامات كانت مقابر، إلى أن ظهر علماء زي نيكولا تسلا بتاع السيارات الكهربية، العالم الكبير اللي احنا عايشين في نور، احنا مش عايشين في نور أديسون. أديسون ده نصاب كبير، للأسف لما تقرا تاريخ الاثنين وازاي ان أديسون لما راح له نيكولا تسلا وكان من صربيا قال له، فأديسون قال له انا مشكلة كبيرة. كان أديسون وصل للتيار المستمر، قال له حل لي المشكلة دي لان لازم اعمل كل محطة محطة تانية جنبها. نيكولا تسلا قعد سنة كل يوم يشتغل 18 ساعة ووصل للالترنيتنج كرنت او التيار المتقطع اللي احنا عايشين فيه ده. حللوا المشكلة، وكان أديسون وعده $100,000. قال له فين المكافأة؟ قال له انت ما سمعتش عن امريكان هيومر؟ انا كنت بضحك معك وبهزر معك. قال له انت مش عالم، انت بزنس مان، انت رجل غير اخلاقي. وسابه ومشي وبتاعه ونكل بيه بعد كده أديسون، لان كان أديسون عمل الكرسي، خلى القضاء يعمل الكرسي الكهربائي، حدوا تكبير كرسي كهربائي وقال لهم ادي كهرباء تسلا، وكان يصعق الكلاب في الشارع يقول لهم دي كهرباء تسلا. يعني حاجه غير اخلاقيه اطلاقا. احنا عايشين في نور تسلا وليس عايشين في نور أديسون اطلاقا، نصاب كبير يعني. المهم فتسلا مصر وصلت للتيار الكهربائي وده اندرب، لو حد راح هناك هيلقى المصباح الكهربائي بطول البني ادم واحد الماني عامل وازاي المصباح ده زي المصباح بتاعنا بس على حجم انسان وطلع منه سلكتين لبطاريتين. فولتا كان من ضمن الحمله بتاعت الحمله الفرنسيه، واثناء خروج الحمله 1801 قال ايه؟ اكتشف البطاريه ونابليون يديله جائزه ذهبيه وهو سرقها من عندنا من معبد دندره اللي هي البطاريات الكهربائيه. الاهرامات محطات لتوليد الطاقه، تسلا بيقول انها الاضاءه، وكريستوفر دان في كتابه الخطير اللي هو Advanced Technology in Ancient Egypt، التكنولوجيا المتقدمه في مصر القديمه، وبنى كلامه على ان سنفر عنده 3 أهرامات مش هيدفن في 3. ففكرة الأهرامات مقابر فكرة سخيفة. نمرة 2، المقابر يبقى فيها تعويذ وصلوات زي اللي موجودة في الأقصر. احنا ما شفناش تعويذ وصلوات، يمكن حبة حكم مكتوبة في هرم أناس في الأسرة الخامسة، إنما بقية الأهرامات كلها وهي بالمئات، ده غير اللي تهدم طبعا، ما فيهاش الكلام ده. نمرة 3، ان الشطف بتاع الجرانيت لا يمكن ان يكون يدويا، ده زي الازاز. امال ايه الحكايه؟ الاهرامات دي كانت محطات لتوليد نوع من الطاقه احنا اكتشفناها من 80 سنه بس، اسمها بيزو الكتريك افكت اللي هي الموجات التصادميه اللي احنا بنفتت بيها حصوات المسالك البوليه. بيزو الكتريك افكت. طب يا عم كريستوفر دان هيجيبوا الطاقه دي منين؟ قال لك من التكتونيك بليتس، الصفائح التكتونية. طبعا كل قارة على صفيحة تكتونية، الصفائح التكتونية دائما في حركة دائمة، ربع ريختر نص ريختر، لما مزاجها يعتل وتبقى 4 و5 ريختر الدنيا بتتقلب، 7 8 ريختر تاكل بلاد زي اللي حصل في أغادير قبل كده من 20-30 سنة يعني، تختفي. وبالمناسبة دي ريختر 9 مش أكتر من 8، ضعف 8، و8 ضعف 7، و7 ضعف 6، وهكذا. ودي خطورة الزلازل والحاجات دي كلها. كريستوفر دان قال this fine movement، فراغات الهرم المحسوبة معمولة على أساس تعمل لها magnification، تكبير. هذا التكبير إذا اصطدم بجدار الهرم الذي هو جرانيت 55% منه سيليكون كوارتز، تتولد البيزو إلكتريك إفكت اللي هي تشطف الجرانيت يبقى زي الازاز.
تقدر تثبت الكلام ده يا عم كريستوفر؟ قال اه. جالنا مصر والتجربة الخطيرة اللي عملها المتحف المصري، دخل في قلب تابوت وغطوه بغطى التابوت وأوصى بيه يظلموا المتحف. powerful source of light، مصدر ضوئي قوي جدا، يلفوا بيه 10 مرات حوالين التابوت ما بين الغطا والتابوت وكريستوفر دان جواه، ان بيم اوف لايت يدخل له، شعاع ضوئي يدخل له ابدا. يحكي في كتابه ده ويقول رفعوا الغطا بتاع التابوت وهو بالاطنان، وقفت في وسط المتحف المصري سكريمينج، يصرخ سينج This is space era perfection. هذه دقة عصر الفضاء. ده. فإذا هو مفهوم خاطئ. من الحاجات اللي بنى عليها أيضا كريستوفر دان إن ده ما هيش مقابر، إن من محات الأول. عنده أهرامين مش هيدفن في 2، سفر 3 مش هيدفن في 3. فإذا كان لها وظائف أخرى غير، وهناك تكنولوجي نحن لا نعرف عنها شيئا حتى الآن. وعشان كده هو عالم بريطاني في الإيجيبتولوجي أخيرا بيقول، اللي يقول لك أنا أعرف الهرم اتبنى إزاي أوعى تصدقه، اللي يقول لك أنا أعرف سقف غرفة الملك وهي 70 طن تترفع على ارتفاع 10 أدوار ما تصدقوش، إلا إذا قال لك إن هم وصلوا إلى نالفاينج اللي هي الجاذبية الأرضية جرافيتي، يعني يبقى ممكن. ويقال إن كان عندهم صندوق بيسموه أوزايروس بوكس أو إدريس بوكس، إن هو يقربوا من الحاجة تبقى ويت ليست أو لا وزن لها، إنما لغاية دلوقتي إحنا ما وجدناش حاجة بالشكل ده. فهي تكنولوجيا متقدمة جدا. فدي الثلاث حاجات اللي عاوزكم تاخدوا بالكم منها. نمرة واحد هي أن أجدادنا كانوا غاية في العدالة، العدالة الاجتماعية، الكل أمام القانون سواء بسواء. ويكفي أن خطاب العرش للملك لكبير القضاء كان يقول له اعلم أن الوزارة مرة الطعم وليست حلوة، اعلم أن الماء والهواء سوف ينقلان إلي كل ما تفعل، إياك أن تقرب إنسانا منك لأنه قريب مني أو تبعد إنسانا عنك لأنه بعيد عني، ليكن القرب منك أو البعد عنك بسبب الكفاءة وليس بسبب أي شيء آخر. اعلم أن احترام الناس لك لن يتأتى إلا بإقامتك للعدل، إياك أن تفعل ما يتصف بالعدل، ظلم أهله حتى لا يقال عنه أنه يحابي أهله، ظلم أهله وأخذ حقهم وأعطاه للغريب، لا تفعل هذا، ليكن نبراسك هو ماعد ربة العدالة. هذه هي العدالة التي حفظت لمصر هذه الحضارة 5000 سنة، لأن لا يمكن أبدا حضارة تستمر 1000 سنين وهي قائمة على الظلم وعلى الواو. أشكر حضرتك جدا يا دكتور. أنا سمعت يعني جات لنا أسئلة كتيرة جدا 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 زي ما أنتم شايفين. ما اتكلمناش عن الإنجازات، ما اتكلمناش عن الإنجازات. أنا بتكلم عليها حالا. معظمها جاوب أو نصها جاوب عليها الدكتور أوريدي دلوقتي في خلال الربع ساعة اللي فاتت. صح؟ تمام؟ والمحور الثاني اللي احنا عايزين حضرتك تتكلم فيه وهدي حضرتك معاه اوتوماتيك كده بعض الاسئله عشان تشوف حالنا في الاجابه. ماشي تمام. اللي هو منجزات الحضاره المصريه القديمه، احنا اتكلمنا في المسكوت عنه في الحضاره والمنسي في التاريخ المصري وما نعتقده خطا، وسمح لنا الدكتور بعض المفاهيم. وبما ان الدكتور اصلا طبيب فياتي من الميديتين في البرايش، فعايزين ما انجزته الحضاره المصريه في هذا المجال. وعندي 3 أو 4 أسئلة عشان بالمره جاوبناهم. السؤال الاول، هل فعلا في مش هنتكلم على الانجازات الاول؟ هنتكلم عن انجازات الاول وبعد كده الاسئله. الانجازات الاول وبعدين اوكي. طب.
ليه صديق مصري عايش في الولايات المتحدة الأمريكية، فكان يزور مصر من وقت إلى آخر. فمن كم سنة كده وهو مجيء قال لي أنا عملت عملية كاتركت أوبريشن في أمريكا. قلت له الحمد لله على السلامة. قال لي سلامة إيه ده، كان يوم سيء. ليه يا دكتور يوسف؟ قال لي دكتور يوسف صيدلي، أبوه صيدلي، جده صيدلي، عيلة صيدلة يعني. قلت له كان يوم سيء ليه؟ كانت العملية وحشة؟ قال لي لا كان كويسة جدا. قلت له امال سيء ليه؟ قال لي جراح، جراح الأمريكي. قلت له ايه يعني اللي حصل يعني؟ قال لي دكتور جوزيف، قال لي وانا نايم على الترابيزة ولسه ما اخدش البين. قلت له يس. قال لي انا هعمل لك كاتركت اوبريشن، عملية مية بيضة. قلت له ايوه. قال لي هو از ذا فيرست وان هو ديد كاتركت اوبريشن، مين اول واحد عمل عملية مية بيضة؟ قلت له اي دونت نو، ما اعرفش. قال لي جدك. قلت له جدي كان صيدلي. انفجر الرجل ضحكا وقال له جدك من 4000 سنة هم أول ناس عملوا عملية مية بيضاء. قلت له طب فيها إيه دي؟ أنت تشكره وتتبسط إن عرفك حاجة أنت ما تعرفهاش؟ قال لي لا، ده كان سيء جدا. قعد يتريق عليا، دكتور جوزيف أر يو شور ذات يو آر إيجيبشن؟ أنت متأكد إنك مصري؟ في مصري ما يعرفش تاريخ بلده؟ سمعت عن أمريكان أوريجين؟ قال له لا. قال له ما فيش أمريكان أوريجين، في إيجيبتولوجي، روح ادرس تاريخ بلدك وهو أعظم تاريخ. من إنجازات مصر كاتركت أوبريشن، ومن الناحية التاريخية كورش 550 قبل الميلاد. شكرا حبيبي، ميرسي. اللي هو ملك فارس أصيب بالمية البيضة فأصبح ما يشوفش. طلب الجراحين المصريين راحوا له عشان يخلوه يشوف تاني، ورد الجميل ابن قمبيز غزو مصر، غزا أول غزو فارسي. ما هو الغزو الفارسي اتنين، أول والتاني. شوف احنا بنعمل فيهم ايه. لكن اللي يحز في نفسي بقى أنا يطلع شارع في الدقي إيه؟ اسمه قمبيز، خرب ايه ده، كاني في فرنسا مثلا وقريت شارع اسمه هتلر. اقول الناس دي جهله ولا ناس ويل لامه تمجد من غزاها مهما كان اسمه. وفضلت اتكلم على قمبيز ومش قمبيز وبتاع لغايه ما شالوه. داخل أنا اليومين دول في سليم الأول، لو قرأنا ما قاله ابن إياس وكان معاصرا لسليم الأول نتكسف. في يوم واحد قتل 10,000، كان يعري المصريين ويربط أعناقهم بالحبال عشان يجرهم. ابن إياس يقول كان يشرب الخمرة صباحا وحوله المرد والصبيان. نمجد فيه إيه ده؟ عشان أعمل ميدان في مصر الجديدة باسم ميدان سليم الأول الذي أزل مصر، هجر منها لصناع المهرة وتوقفت في مصر. جبرتي يقول لنا 50 حرفة. لا أمجد الناس زي دي؟ ما تشيل، ما أنت عندك العظماء بتوعك، عندك مصر دي أول ملكة في التاريخ من الأسرة الأولى كان اسمها ماريتنت، وقاعدة المقبرة بتاعتها متحف برضو من الأكاذيب اللي مفروض نعرفها. إن التاريخ المصري مش 3200 قبل الميلاد زي ما بيقول المتحف البريطاني، التاريخ المصري 5619 الأسرة الأولى زي ما بيقول مانيتون. والمسألة مش من ده بيقول وده بيقول، لا احنا عاوزين شواهد تؤكد هنا أو تؤكد هنا. طلع لنا أندري بوشان، عالم إيجيبتولوجيست فرنساوي سنة 1975 امبارح، أخذ عينات من المومياوات تحت الدولة القديمة بالكربون 14، طلعت أقدم مما يقوله المتحف البريطاني ب 2400 سنة. 2400 زائد 3200 يطلع 5600 زي ما مانيتون المؤرخ المصري السمنودي المولد كتب تاريخ مصر، وهو اللي قسمه لي
أسرات وملوك وهنا. كسبة تانية بتاعت المتحف البريطاني أن الأسرة الأولى ثلاث ملوك، فلاندرز بيتري وهو عالم مصريات بريطاني، مانيتون قال الأسرة الأولى تسع ملوك، بريطاني بيقول ثلاث، فلاندرز بيتري اكتشف التسع مقابر بتقول تسع ملوك ومنهم ملكة اسمها ماريتنت قاعدة على قاعدة مائدة على هيئة قلب، والوزراء من الناحية دي ومن الناحية دي، والسمان والمش عارف ايه والحاجات دي، الاكل بتاعهم موجود على الجداريات بتاعت بتاعهم. الفرق بين ثلاث ملوك وتسع ملوك 450 سنة، 450 سنة في أسرة واحدة. طبعا تعمل الفرق الكبير ده بتاع 2400 سنة في 30 أسرة اللي موجودين، فدي كسبة كبيرة أن تاريخ مصر يبدأ 3200، لا تاريخ مصر يبدأ 5619 according to Manito المؤرخ المصري السمنودي الموجود. مصر هي اللي عملت أيضا من الإنجازات التربنة، وهي عملية دقيقة جدا جدا، ومش هدخل في التفاصيل الآلات ومش الآلات اللي استخدموها، إنما كانوا حريصين جدا إن الديورامتر وهي الأم الجافية ما تتجرحش، ولا CSF اللي هو السائل بتاع المخ والنخاع الشوكي يطلع فيتل العيان يموت، إنما الميدل منجيل آرتري اللي هو الشريان اللي له الاسم ده هو كان يسده ويمنع النزيف وهو تربنا. عملية السيركمسيجن هم اللي عملوها، ما عملوش سيركمسيجن اللي هي الختان للبنات، كل أجمع إليت سميث.